بأول محطة لواتسون ام تي في بذكركم مشاهدينا شو البرامج اللي عم تنعرض حاليا على شاشتنا وبقرب الويك اند رح بذكركم الليلة شو في على شاشة الام تي في. برنامج عرب كاستينج، برنامج بفتش عن المواهب الصاعدة بعالم التمثيل، وبينعرض كل نهار جمعة على الساعة 9 إلى ربع المساء مع أربعة من أبرز نجوم الوطن العربي يلي بيشكلوا لجنة التحكيم: غادة عبد الرازق، كارمن لبوس، باسل خياط، وقصي الخولي. خلينا نشوف مشهد ونتابع. ومن عالم التمثيل منضل بعالم الفن ولكن لا عالم الغنى، ومن الجمعة المساء للأحد المساء على الساعة 9 على شاشة الام تي في سيلبريتي دويتس اللي بيجمع 13 نجم ونجمة من العالم العربي بيشاركوا بهالبرنامج لهدف خيري، وكل شخص بيربح مبلغ مالي بيروح ريعه لجمعية خيرية من اختياره. بذكركم انه سيلبريتي دويتس او متابعة التصويت لنجمكم المفضل بسيلبريتي دواتس لتختاروا النجم، مش ضروري اللي بس بغني حلو، انما كمان لتختاروا الجمعيه اللي بتحبوا تشجعوها. بذكر انه هالبرنامج بتقدمه انابيلا هلال واخراج كاميل طانيوس، وبينعرض كل نهار احد على الساعه 9. رح منشوف ديو يليل بين ساره الهاني ومعز تومي. هيك اسمه معز تومي. حلم سنين وبعيد ودان قلبي، أنا الاختار يمشي ع درب النار يعشق قمر تاني. ومين اللي قال مين سافر الحلم سنين وبعيد وداني قلبي، أنا اللي اختار يمشي ع درب النار يعشق قمر تاني. يا ليل أنا بحبك، دربي على دربك، كيف طوعك قلبك تبعد وتنساني. يا ليل أنا بحبك، دربي على دربك، قلبك تبعد وتنساني. آه
والحب بينا يزول مهما الزمن يطول والحب بينا يزول وانساك مش معقول بتضلك الغالي يا ليلى انا بحبك دربي على دربك كيف طوعك قلبك ابعد وتنساني عشق أسرار يا قلب لا تحتار كل العشق أسرار رح أضل حبه غار تدوب ما خليه يا ليلى أنا بحبك. أما هلا مشاهدينا فرح ناخذ وقفة سريعة ومن بعدها بنكون مع فقرة ريليشن شيبس ورح بنحكي اليوم عن خناقات الأزواج بالعلن. خليكن معنا.